بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية عن طريق منصة معروف. طبعا منصة معروف تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار. كما تعرفون أن أغلب المتاجر تعمل عروض، ولا سيما هذه الأيام، أيام اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89. فقبل أن تقوم بالشراء من أي متجر، يفضل أن تقوم بالتأكد من موثوقية عبر هذه المنصة. إما تبحث عن هنا، أو تأتي وتختار تصنيف ذلك الموقع أين موجود. مثلا لو فرضنا أنه تسويق إلكتروني، مثلا تنظر مثلا خلينا نقول مثلا سوق، كما ترون هنا تجد منصات العمل، تجد أيضا عن العمل تعريف عن، وكذلك تجد معلومات الاتصال، وأيضا حتى تجد أعمال مشابهة. تجد هنا التعليقات، إذ كانت هناك تعليقات فسوف تراها هنا تظهر كما ترونها، وبإمكانك أيضا مشاهدة المزيد. وأيضا ترى الشعار سوق إلكتروني والسجل التجاري، وبإمكانك أيضا تجد التقييم من 10 كم، 6.3 التقييم. كم واحد قيم؟ 795 مقيم. كما ترون هنا بإمكانك أيضا أن تجد هنا مدى الرضا مثلا 41.3% وما إلى ذلك، والذين غير راضين 39.1%. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.